فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما يخرج من الغائط أو من البول مما يؤكل لحمه هل هو طاهر؟ ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، كالإبل والبقر والغنم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.